وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. فقال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عدلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وآثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما اللثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على البكاء من خشية الله والشوق إليه، وأن ينبغي المؤمن أن تكون له عناية بهذا عند قراءة القرآن وعند ذكر الآخرة والجنة والنار، كما كان السلف رضي الله عنهم قال تعالى في شأنهم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال جل وعلا محرضا على البكاء من خشية الله، المقصود أن الله جل وعلا حث على البكاء من خشية الله ورغب فيه. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض أمر الصديق أن يصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنه إذا قام ما يكاد يسمع الناس من البكاء. فقال: مروا أن يصلي بالناس. فلم يزل يأمرهم بذلك حتى صلى بالناس الصديق رضي الله عنه مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن البكاء من خشية الله من صفات الأخيار ومن صفات عباد الله الصالحين، فإن الصديق أفضل عباد الله وخير عباد الله بعد الأنبياء، وهو صديق هذه الأمة وأفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان إذا قرأ القرآن لا يكاد يسمع الناس من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. فجدير بالمؤمن أن يتأسى بالأخيار وأن يحرص على البكاء من خشية الله عز وجل، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، بل يبكي خوفا من الله ورغبة فيما عند الله. وهكذا قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، لما قدم له الطعام للفطور وهو صائم تذكر حالهم السابقة وحالهم الأخيرة، وقال: توفي مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، وقتل ولم يخلف إلا بردة، يغطي بها رأسه بدا رجلاه، ويغطي بها رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي يغطى بها رأسه وعورته ويجعل على رجليه الإذخر، ثم بسط لنا الدنيا ما بسط، فنخشى أن تهون حسناتنا وعجلت لنا، ثم جعل يبكي وترك الطعام رضي الله عنه. هذا شأن الصالحين، شأن الأخيار. وهكذا ما جاء في الحديث أن ما شيء أحب الله من دمعتين وأثرين: دمعة بكاء من خشية الله عز وجل، وقطرة دمع في سبيل الله عز وجل. وكذلك الأثر في الجهاد في سبيل الله، وأثر في المشي إلى مساجد الله للصلاة. فجدر بالمؤمن أن يحرص على البكاء من خشية الله، والعناية بالجهاد في سبيل الله، والصلاة في الجماعة في مساجد الله، كما هو شأن الصالحين والأخيار.
وفي حديث عباد بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت من القلوب ولرفت من العيون. هكذا كان الأخيار عند سماع المواعظ والتذكير تخشع قلوبهم وتدمع عيونهم. فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة التأسي بالأخيار في البكاء من خشية الله رغبة فيما عند الله وحذرا من عقاب الله، لا رياء ولا سمعة، ولكن للخوف من الله والخشية من عقابه والرغبة فيما عنده جل وعلا، تأسيا بالأخيار من الصالحين ورجاء ثواب ذلك. وفق الله جميعا. الراجع في تفسير سامدون الله أعلم، يحتاج براجعة تفسير. قال أنه الغناء أحسن الله يراجع، لا يجوز استخدام النساء إلا محارم. الإثم على من أرسلها، الإثم على من أرسلها، لابد الواجب أن تكون محرم، الواجب أن تكون محرم، الإثم على من أرسلها بغير محرم إذا كان مستعد للمحرم. صلى الله عليك يا شيخ. من قال أن مراد عائشة رضي الله عنها عن أبو بكر إذا قرأ القرآن غلبه البكاء أن خوفا أن يتشاءم الناس من أبو بكر؟ قالت هذا لكن ولو ما هي بكاذبة رضي الله عنه وأرضاه. لما وعظ صلى الله عليه وسلم تذكر إلى الناس إذا ذكرهم وجلت قلوبهم بكت عيونهم رضي الله عنهم وأرضاه من مواعظ صلى الله عليه وسلم. السير إلى حلقات العلم هل يعتبر أثر في يرجع له إن شاء الله عمل صالح؟ إذا ذهب إلى حلقات العلم أو إلى عيادة المريض أو جرى داخله بالله كلها يرجع له فيه الخير إن شاء الله. وإذا رأهم على منكر ينكر عليهم منكر، فإن لم يستجيبوا لا يجالسوا، لا ينصحهم على حسب طاقته، يا أخواني كذا بكلام الطيب، فإذا لم يستجيبوا ومنكرهم ظاهر لا يجالسوا.